ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرائبها؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه الآية الكريمة قيل إنها والآية التي بعدها جاءتا ردا على ما يثيره اليهود في صفوف المسلمين من الشكوك بسبب تولية وجوههم شطر المسجد الحرام بعد أن كانوا يولونها نحو بيت المقدس في صلواتهم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة المنورة كان يستقبل بيت المقدس بعد أن كان يستقبل وهو في مكة المكرمة بيت المقدس والبيت الحرام، إذ يجعل البيت الحرام في صلاته بينه وبين البيت المقدس. وعندما تعذر ذلك في المدينة كان صلى الله عليه وسلم يولي وجهه شطر بيت المقدس، وهذا بوحي من الله سبحانه وتعالى على الصحيح كما سيأتي إن شاء الله في تفسير قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وبعد ما استقر في المدينة نحو 14 شهرا أو 16 شهرا جاء نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال البيت المحرم. واليهود أثاروا كثيرا من الشكوك، حاولوا إثارة الشكوك في نفوس المسلمين، فقالوا أولا إنهم ما اهتدوا إلى القبلة إلا بنا، فقد عرفوا قبلتنا أنها القبلة الصحيحة. ثم بعد ما نسخ هذا الأمر، الأمر بالاتجاه إلى بيت المقدس، بالأمر بالاتجاه إلى البيت المحرم، قالت اليهود: ما ولاهم عن القبلة التي كانوا عليها. وحاولوا إثارة الشكوك في نفوس المسلمين، فكانوا بذلك يمنعون من ذكر الله سبحانه وتعالى في مساجد الله، لأنهم يحاولون صرف المسلمين الذين هم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من مساجد المدينة المنورة عن تولية وجوههم نحو القبلة الصحيحة، فيكون بذلك الذكر الذي يأتون به ذكرا غير تام لأنه غير مستكمل لشروطه. أو أن المقصود بمساجد الله الكعبة البيت المحرم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أي في التوجه إليها. وعبر بالمساجد لأن الكعبة هي قبلة لجميع مساجد الدنيا، أو لأن المسجد الحرام هو أول مساجد لأن قبلته وهي البيت العتيق أول بيت وضع للناس. وقيل بأن الآية الكريمة نزلت في بخت نصر البابلي الذي هجم بجيشه على الأرض المقدسة وخرب بيت المقدس وقتل مقاتلة اليهود وأسر ذريتهم ونساءهم وألقى جيف الخنازير في بيت المقدس، فهو منع من ذكر اسم الله تعالى في مساجد الله.
وسمي بيت المقدس وهو مسجد واحد مساجد الله، لأنه مسجد يعد آنذاك جامعة الجميع، من حيث إنه مقدس عند جميع النبيين الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى منذ أن وجد هذا الحرم الشريف وهو بيت المقدس. وقيل بأن الآية الكريمة نزلت في نصارى أعانوا بخت نصر على تدنيس الأرض المقدسة وتدنيس البيت المقدس، وهذا القول عزاه ابن جرير إلى جماعة من السلف واعتمده ابن جرير، وتعقبه الإمام محمد عبده كما تعقبه من قبله الفخر الرازي بأن بخت نصر قد كان قبل وجود المسيح عليه السلام بستمائة عام وثلاثة وثلاثين عاما، فلا يمكن أن يكون النصارى هم الذين آزروا بخت نصر على تدنيس بيت المقدس وعلى تدميره وتخريبه. وأضاف إلى ذلك الإمام محمد عبده بأنه من العجيب أن يقول الفخر الرازي مثل هذا، أن يقول ابن جرير الطبري مثل هذا الكلام وهو المؤرخ المشهور، فلو لم يكن مؤرخا مشهورا لهان الخطب، ولكن بما أنه مؤرخ مشهور ما كان ينبغي له أن يقع في هذا الوهم. وأضاف إلى ذلك بأنه لو لم يكن مؤرخا كبيرا معتمدا على تاريخه لأمكن أن يقال بأنه أراد ببخت نصر أردنال الروماني الذي خرب الأرض المقدسة، خرب أورشليم وبنى على أنقاضها مدينة، وبنى على هيكل سليمان وهو المعبر عنه عند المسلمين ببيت المقدس أو البيت المقدس، بنى على أنقاضه هيكلا للمشتري، فإنه شاع عند اليهود باسم بخت نصر تشبيها لظلمه وما لاقوه منه من الاضطهاد بما صدر من بخت نصر البابلي من قبله. ولكن بما أن الطبري مؤرخ مشهور لا يمكن أن يتسامح معه فيحمل قوله هذا على هذا القصد. وكثير من المفسرين قالوا بأن المقصود بهذه الآية الكريمة هو تيطس الروماني الذي هاجم الرومان، الذي هاجم الأرض المقدسة ونكل باليهود في القرن الأول الميلادي. وذكروا بأن النصارى أعانوه على ذلك، والإمام محمد عبده لم يستبعد ذلك، لأن النصارى طائفة منهم ذهبت إلى رومية بسبب ما لاقوه من اضطهاد اليهود في أرض الشام، ولا يبعد أن يكونوا استعدوا تيطس الوثني على اليهود حبا للانتقام من اليهود بسبب ما لاقوه منهم.
من الشر، غير أن هذا لم يثبته التاريخ. وقال إنه لا يكتفى بمجرد هذا الظن أن يجزم بأنهم آزروه على ذلك. وجماعة من المفسرين ذكروا أن الذي هاجم الأرض المقدسة في القرن الأول الميلادي هو سلطان النصارى، وليس الأمر كذلك، لأن الروم في ذلك الوقت لم يتنصروا، إذ الروم لم يتنصروا إلا في عهد قسطنطين في أواخر القرن الثالث الميلادي وأوائل القرن الرابع. في هذا القرن تنصر قسطنطين وأدخل في النصرانية بدعة التثليث التي جاء بها من قبل الوثنيين الذين كان على دينهم. وقيل بأن الآية الكريمة لا تتحدث عن أمر واقع، ولكنها تتحدث عن أمر سيقع. وهو تسلط النصارى الصليبيين على بيت المقدس ومن المسلمين معه عندما حصل الغزو الصليبي. وقيل بأن المقصود بمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ما كان من مشركي قريش من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عنده من المؤمنين أن يذكر اسم الله تعالى في المسجد الحرام عندما كانوا بمكة قبل الهجرة، وما كان من صدهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين عن الاعتمار في عمرة الحديبية. وقيل إن الآية كما قلت من قبل تتحدث عن أمر سيقع ولا تتحدث عن أمر وقع، والأمر الذي سيقع هو استيلاء القرامطة على بيت الله تعالى الحرام ونزع الحجر الأسود منه. ومهما يكون فإن حكم الآية عام، وقد قال العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أو كما قالوا لا عبرة بخصوص السبب مع عموم اللفظ، فالوعيد يتجه إلى كل من عمل هذا العمل، فيدخل في ذلك القرامطة، ويدخل في ذلك الصليبيون، ويدخل كل من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسم الله.